احتفالات في ميدان التحرير، زي ما قلت لكم احنا بنتابع معاكم كل الاحتفالات في كل مكان في كل المحافظات. نعيش اجواء احتفالات حقيقيه ليست مزيفه. يوم الخميس القادم كمان الاحتفالات هتكون في كل المحافظات. نحن نتجه الى المستقبل، وهتلاقوا انه الاحتفالات نابعه من القلوب تلقائيه. دي احتفالات في ميدان التحرير. بنقولها من كل قلبنا، تحيا مصر والف مبروك على قناه السويس والافتتاح، يعني 100 100 بجد. اللي جاي احسن، اللي جاي احسن. احنا الاول، مصر هي ام الدنيا كلها، وهي العالم الوحيد اللي رجالتها هم الاصل في كل حاجه. ربنا ينصر مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله مصر تتقدم في المرحله اللي جايه، وان شاء الله يعني السيسي الحمد لله يعني ماشي بمجهود كويس، وربنا يكرمه ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومصر تبقى من اهم البلاد في الكون ان شاء الله. بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي. يا عروستنا يا لزمي قشر تعالي، يا عروستنا لزمي قشر تعالي، عروستنا يا لزمي قشر تعالي، خطي عتبتنا والخير علينا احيلالي. مبروك لمصر كلها، وعيش الزعيم عبد الفتاح السيسي، وعيش زعيم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وطول ما في جيش وفي شرطه مصر بتهدى، مصر بتهدى. سيسي سيسي، وان شاء الله يجعل قناه السويس دي خير على الشعب المصري كله. بنقول للرئيس، يا ريس كسر الغلابة يا ريس، مش عايزين بطالة يا ريس، مش عايزين أنوثة في مصر، عايزين كل بلد مصر تتجوز، عايزين كل شباب مصر تفرح، وعايزين مصر تبقى أعظم دولة في العالم وأغنى دولة. وتحيا مصر بالجيش والشرطة، ولو ما جيش وشرطة مش هيبقى فيه مصر.